لقاء حول دراسة المخطط الاستراتيجي للغرفة الفلاحية اللي غيكون واحد قفزة نوعية للعمل الغرفة الفلاحية مع الشركاء ديالنا باش نخلقوا واحد الانطلاقة جديدة في الميدان الفلاحي في جهة سوس وفي الوطن كافة. اليوم شاركنا في واحد اللقاء واحد الورشة تشاورية اللي نظمتها الغرفة الفلاحية لجهة سوس مسا في إطار تحضير لبلورة استراتيجية 2022-2027. احنا كشركاء ديال الغرفه يعني سعيدون بهاد العمليه ديال التخطيط الاستراتيجي اللي هو عنده دور مهم جدا واللي كيجي مباشره بعد التنزيل ديال الاستراتيجيه الجيل الاخضر في اطار المخطط الفلاحي الجهوي، وهذا غادي يزيد يغني هذاك الالتقائيه اللي اصلا كيميز هاد الجهه بين احنا كمديريه جهويه ولا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والغرفه الفلاحيه. اليوم كنا في اللقاء اللي كيهم اعداد استراتيجيه الخاصه بالغرفه الجهويه للفلاحه لمنطقه سوس مسا، وفي هذا اللقاء كانت فرصه باش اول حاجه للنقاش واحضار المراحل اللي قطعها هذا القطاع والدور الفعال اللي كديروا يعني هذه الغرفه هذه فيما يخص التنميه المجاليه، فيما يخص تنميه القطاع الفلاحي وكذلك الساكنه القرويه. وهذه الاستراتيجيه هذه جات باش تاخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات سواء المحليه والجهويه والوطنيه، وتمشي تساير مع جميع السياسات اللي كتهم اولا وقبل كل شيء التنميه المستدامه وكذلك الجانب البشري واللي خاص بالعالم القروي. وان شاء الله كنشوف انه الانخراط ديال جميع القطاعات جميع الشركاء انه غتكون هذه الاستراتيجيه واحد يعني تعطينا واحد النظره المستقبليه اللي غتعطي واحد يعني واحد سميتو جديد دم جديد اللي كيتوافق مع المتطلبات المستقبليه. اجتماع لمنظمه الغرفه الفلاحيه لجهه سوس مسا حول الاستراتيجيه 2022-2027 اللي الان كتقوم الغرفه بالاعداد ديالها من اجل وضع استراتيجيه واضحه ومشاريع على مستوى تنظيم القطاع الفلاحي والنهوض بهذا القطاع. الوكاله كتحضر اولا كشريك اساسي للغرفه الفلاحيه باعتبارها المسؤول الاول على تدبير الموارد المائيه، كذلك الغرفه الفلاحية من جهة أخرى هي شريك أساسي لوكالة الحوض المائي كممثل للفلاحين وكذلك كعضو في مجلس الحوض المائي لسوس مسا. اليوم كنشاركوا في هذا الاجتماع من أجل بلورة واحد الاستراتيجية واضحة واللي كتحترم بطبيعة الحال التوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للماء وكذلك التوجهات العامة للمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية اللي تم الموافقة عليه مؤخرا من طرف مجلس الحوض المائي، وهذا باش نخليو المشاريع الفلاحيه اكثر استدامه واكثر واقعيه في علاقه مع المواد المائيه المتوفره.